الحالي اثر فيها ولا شايف مين اللي اثر فيها؟ ما اتحلتش بالطريقه الصح يعني. هي كانت المفروض تتحل. من وجهه نظرك يعني تتحل ازاي؟ اقول لحضرتك خاصه انت اتعاملت مع حسام غالي وتعاملت مع حسام غالي طبعا من اللعيبه المحترمه جدا ويمكن ما بيتكلمش خالص يعني حتى كلامه قليل جدا يعني مع اللعيبه معايا انا كان كلامه قليل جدا ولكن انت بتشوف بعينك نوعيه الشخصيات اللي قدامك ويمكن انا من ضمن الحاجات اللي هي نفعتني في الفتره اللي انا اشتغلت فيها معرفتي جيده ان انا ممكن احلل الشخص اللي قدامي ايه. فالمهم كابتن حسام غالي ليه تركيبه معينه. تركيبته ان هو مثلا شخص معتز بنفسه قوي وعارف نفسه وعارف قيمته وعارف ان هو لاعب كبير جدا وعارف مكانته تمام. كابتن اسامه برضه في نفس الوقت انت حاطه خلاص في كارير مدرب يعني تمام. في الجهاز الفني ان هو ليه كلمه ولازم تاخدها. فما كانش ما كانش ينفع ان انا يعني لا اعلي ده على ده ولا ده على ده بس المهم ان انا اعرف اوفق بينهم الاثنين عن طريق المكالمه وفي نفس الوقت هو يتحل جواهم يعني جوه الجهاز مش بره يعني مع اللعيبه ما تطلعش بره النطاق ان انا المشكله كبيره جدا ابتدي احلها كان ممكن احلها من الاول. لو انت كنت موجود كنت حابب ان يكون حسام غالي مكمل ومكمل مع المنتخب في المونديال؟ طبعا يعني بصرف النظر عن انه هو هيأدي او ما يأديش هو كقائد في الملعب لا قائد هو كشخصيه قويه جدا مع لعيبته هو شخصيه. انا بقول لك ما كانش يتكلم ما هو النهارده بحب الانضباط انا بحب الانضباط لان هو كلاعب منضبط عدم الهزار والضحك واللعيبه حتى لو كان هو بيضحك بدرجه يعني معينه معاهم بس ليه كلمته ليه شخصيته لازم يكون في كان قائد في الملعب. ما انت احنا شفنا في الملعب الاخير ما كانش في كاس العالم طبعا. ما كانش في هروح لده كله معاك لكن نرجع بسرعه اخد من البدايات عشان ندخل بقى في 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 في, في الشغل الكبير والبدايه اذا كان اداء